إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصر روحه قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد بقولية طبية طبات قصص عربية وشيكوين عربيد لصوق قاضي القصة الأولى شكد وغهر يساوح وهي صور من الحياة وتلمامه يموقاله نلوشة كمدة ويعني وهي أبا هدتك قار أي كل نوليهين أما دباتوين كإلا نوليهين مد كمدة أيو تلمامه يام وتلمان صور نلوشة كمدة ما إن أخذ تلمان قادنين أيو نيري مكاني ميشان كفري سنيي من الدائرة الديارة وان الديارة راعية حتى رأيت واحد ركن أنا أولي بس أنا فري سنبا ذات الرجل ننكي لفتي سبان ركن ننكي وقال إنه كورمي مركان كرسي كيف فريسيس أنا قوم وضع فريسة بان ننكي أركبور لفتي سي كان وحوها ننكاسي أنا الديارة دي سوق سوق قلي كل كاسو بيسوي مادين أكثر المسافرين ذاتك كل صفر يد ديارة دين ركابك ننكا وقوب بضن حديثا حق الشيكة ننكا وقوب شيكة بضن بوها وانشراحا لا فرنانتا يفر حدا يقل بوناقنا يساقا وقوف عنانكم ولم يترك كموتين ومودين فرصة تانيس هدو تانيسو هلا نكاسي لتقديم المساعدة انو قرقار افديو قرقار انو افديو لأحد قف كم دار ركابك إلا بادر ودك دغي يعني قف كستو او قبان قرأ وحباهي او باهنا نكاسي سدخسو ايو باهيدا او قبري يعني هذو متكستا وح الله صوغ هذا وبهذا وسيني هذو بهذا وح الله شيء وسي نوع ركاب كأذو شقيني أو دلالية وعلى الرغم إنك استوى من جسده تركيس النحيفي النحيلي تركيس هو تقدر نوع روبن وقامت القصيرة لركيس رو قابنا وعنن قابنا وروبنكم فإنه هذا ما يسوى بداوح أمقضي أكثر المسافرين تذكر سفر يدي على الله صعود ركاب كا كأوجب بدن نشاطا حقا في الفرعونات كعتا فريسة فكر شيء كذا يعني وحقبت كا يصير هذا صعود في الفرعون كذا أقبل أوحى أسوأ شيء استني كيس ذاها يعني سكوا كرسي النقاني نحو حاجة يسوأ يجي يب وقال أوحى يقول يبدو وح موقتا وح يجي كام موقتا أنك هنا أما وح موقتا واللي بدنا ما ينام موقتا أنك أذوق مرافقي هنا تقول صاحب يسوا في الرحلة السفر كان عينك وده شرنو والجاري إنا دي لا شارت هاي في المقعد كرسيك لابدو كرسيه يسكوح قابة ووضع فلسطين رسول الله أذيك إلى صاحبة إلى الصعون إيا كرسيكنا وينكو صاحبة إنا شار بعد قولتها أجبت بحا نقول جوابي يبدو وي مقطع ذلك هارنتاس هارنتاس هو أرهن مقطع وإنا نسيق فلنا بدي تاسي هو مقطع استقر روح فلسطين مركا مركا هو تاقنا مركو ساقلها استقر روح فلسطين على الكرسي كرسي بوكو فلسطين المجاوري يقول حقي وتنا هذا تبدأ نوهي الراجي وهي الراجي ونفسه ثم قالوا حول كم من الوقت وقت جين تاك هذا ويحل وقت المغرب وقت جين مغرب هنا جور مسوق ليا أنت وقت يقول هذا مسوق مغرب مسوق ليا وائم صار ربع ساعة بانكول ربع ساعة ينجح حقي مغرب جين اللهم يسر بودي بدي الله أرمى نوف ضيدي ولا تعسر هنقو أتكين أربعها النور نبيرة وهنقو أتكين لقد كان وحوها الجو هودو مانتا لطيفا هود بعسا وأن كل لي قوم من الهين أيها هاي اليوم مانت حمد لك مهد بال لذا هاي يا واهب النعم الله الدياقها إيا نعموين كبحيو أذيقا مهد لبوز أخذ وحو بلاوي مركان ننكاسي وأقود قلي في ترتيلي إنو سي وآخريو ترتيل ترتيل هو أمر كان دقدق أهين في ترتيل دعاء سفر دعاء السفر كانوا ست ترتيلة وأن دقدق أهين
oo taxana ah inuu u akhriyo waratil quraan tartiil aan oo kale aan degdeg ku jirin fuma iltafata uu soo eegay ilay aniga uu soo eegay ninkii qaylan isagoo igu leh atacrifu miyaad garanaysaa annani anigu tacallamtu waxaan ka bartay hada ducaa ducada safarka ku ducaysanayo min muduci daa'ira waxaan ka bartay yacni raadiyowga diyaaradda oo waxay leedahay makarofoon yacni dadka gaarsiiya ducaa safarka oo cajalada oo dabeedna akhriyaya si ay dadku u xasuustaan ugana daba akhriyaan anigu taasaaban ka bartay buu ku leeyahy jazallaahu ilaahay ha ku abaalmariyo khayran wanaag man baadara qofka u degdega linashri ducada inuu dadka ku fidiyo oo uu ku faafiyo iyo idaacatii baahintiisa idaacati waasku macno idaaca waa baahinta idaacadkanaana idaaca hagay ka timid waa warbaahinta iyo idaacatii ducadan faafintiisa yabduu waxa muuqata ayaan ku nuuli annaka tusaafiru kahiran kol haddii aad ka baratay ducadan adigu macnaha cajaladan unaad ka baratay inaad in badan safar aad gasho ood in badan safarto ayaa muuqata oo aad in badan safaraysay ayaan ku yidhi buul nacam buu dhahaa kula usbuucayni labadii goorba labadii wiigba waan safraa kula nisfi shahr labadii waxa weyaan bil barkeed soo maaha bisha bishiiba laba goor baan safraa nisfi shahri bisha barkeed oo mar baan safraa usaafiru waxaan u safraan waxa weeye liakhdi kiimaawi inaan soo qaato akhdi kiimaawi ninkii baa doonay alkiimaawi ma kiimaawi maa tiri yacni su-aashan weydiin waxay kiimaawi waa maxay waa su-aashaa dambe alkiimaawi alkiimaawi ma waxaad qaata wax kiimaawiya yacni waa wax kimikal ah waa kimikal yacni jirka lagu mudeeyo waasi cilaajun waa dawo laqad ibtiliitu waxaa laygu itixaamay aniga bimaradin xanuun khadiirin halis ah undur eeg bal eeg buuri tuma waqafa u istaagay yuriinii isagoo tusaya nadaban nabaro nabaro oo nabarahaas maxay ka yimaadeen min ahar aljiraaxaat yacni waa raadkay kaga tegeen qaliinadii allatii qaliinadii badat u muuqata badat muuqata mutacadidatan qaliino fara badan oo lagu sameeyey jirkiisa ninkaa istaasaluuhu way jareen nabarada waxay ka gooyeen meelal badni waxay ka gooyeen intan qaahada ee nabara ka jareen laakinahu intashara wuxuu haddana ku fiday nabarkii fii baqiyati aljismi jirka intiisii kale goor muu fiday bacda caamayn laba sano kadib min alcamaliyati shaqadii qaliinka kadib markii laba sano uu ka joogay bay haddana meelo kale oo jirka abay kasoo nabaradii kasoo baxeen kule waa xanuunkan yacni xune dhibta leh ee maaragtay dadka yacni ku fida ayuu dhow yahay qadaan waqadar buuri waxa weeye qadaan waqadar waa qoraal iyo qorshe ilaahay qadaan waa go-aan ilaahay waqadarun waa qorshe alla dhigay yacni xanuunkaasi inuu ninka helo alxamdulilah ilaahay baa mahadle calaa kulli xaalin kol walba haddii nimco lagu jiro iyo haddii dhibaato lagu jiro yo waraaqo lagu jiro iyo haddii ay dhibi joogto mid walba ilaahay baa mahadle kol walba ilahay waa kii mahadle alxamdulilah waakhadtu waxaan bilaabay astarsilu inaan sii wado macahu isaga inaan la sii wado filxiwaari wada sheekaysigii sheekadii baan la sii waday ninkii facaraftu waxaan ogaaday annahu muwadifun inuu nin shaqaale a yahay ninkani oo dawladda u shaqeeya oo sakiirun yacni ay yar tahay shaqaale hoose shaqaale yar yacni qiimaha uu qaatay shaqada u hayaan waa shaqo yar oo aan weyneyn wa annahu abun inuu aabow yahay baan ogaaday oo ii sheegay lisabcati atfaal toddoba caruura kabiiruhum fi taasica ka u weynaa waa wuxuu ku jiraa sanadkii sagaalaad waa sagaal jir wa baqiyatu duriyatii caruurtiisa inta kalena min alinaas waa hablo kaa u weyni akbaruhum wey akbaruhum fi taasica kaasaa markaa inana oo sagaal sano sagaal jira inta hadhayno sideeda kaba wada hablo uma taabaca hadalkii buu sii waday taabaca wuu sii waday wuxuu ihi ya akhi walaalkayow nicma almawla waxa nicama almawla alkaiira nicama almawla alkaiira nacam almawla alkaiira nicama almawla ya akhi nicam acrifu ya akhi nicama almawla alkaiira acrifu waxaan garanayaan ogahay ya akhi walaalkayow nicama almawla nicmooyinka ilaahay isiiyey alkaiirata ee faraha badan ayaan aqaanaa
يعني قفوا هذي وكنا هذ نقيا أنت إلى هاي سي نعمدا إلى نعمدا مر والبكبضا نقمد يد باتضة نعمدا قفوا هيا كبضا أنت بدن نعمدا مقرن بينه أذو قرنائتهم تشوكتا لما ترين كرهم والله إلهي بانكو دارتين أنا قب خير وأنا أقبل كشرابوش أنا قب أديك وادرك تعذن وأنا أقبل كشرابوش أشعر وحن دريم إياه أنا نبي نعمة أنا ونعمة إلهي كشرب ما دمت أدب مرح ضان مريه على أرض كل أدم روك دول صعود أنا قب تلاب سنة يو ونعمة سنة وقذب هذا كل تلاب سنة يو وعقلي معي عقلي كي يمير كي ما كينا أيلا صعودان ومير يما قبو ولسان يلهج وعرف يقول كل واقع يلهج وكل واقع يو كنا حداقة يعني كل العلم يو بالثنايا مانت يانا ما ريا لصاحب المجد الله شرفت له والملكوت الدونك هنتي ذا ملكوت وملك ومبارك له اسمه هنتي أوردنا له يعني إله هو وضع له سماوات يو حكشرة يلوك يو لوك يو حكشرة يا عرب كأوردن با وملك جيلا بكل ذكر الله ملك إسكال ما جع يشرفتنا له مجد هو شرفته ملكوت كنا هو الله هنسها عالم قرن سألت واحد ويدي وقد كانت يدوي تهي هي تموقال كيس إشي سو حنك قرتي على ضعف الحال إن الرميس اللي قاله إحنا هي ما كقرتي يعني أو إشي سو أي ضفقة كقرتي إسمع علنا برايا هي أدي موقال كيس حنك قرتي نقول قالي سوليتو كل سام كوري هل تملك دارا ما لا هذا قري لك أدق الله هذا يو ولولادك عرفت هذا أو هنتي ما كشرتها وريا شيخ شيخ يهو السعيد قفك الليباني كشر راحضه هو يسوق الذي وقفه يملكه له دار وانك دار كله هناك حقه هلكا الجو يا مجازي في الفردوس شن الفردوس انك يقول كلا ليباني يقول وحبا هاي ويدين يقول الدنيا كوي على يا أما هنا هلكا إنه تونا الدنيا في الديار عارضة الدار هلا قد سا وقارس كبابا يثري زائلة يعني وبابا يعني وقفه كتها هذي حتى قريه مش كسي على ولا كتها يعني واحد ركز عند هذا قريه قال كلا دحلي وعدي كلا دحشين من ذا أنا شوقين بقى ونديه ذا أنا كن ورين مركا بقول لي أحباب ثاني ما هان تي دبا وحوي وما مت بابا إسا وحينما أعلنوا وحينما أعلنا مركي اللي قلنا واقعي عند دخول وقت الإفطار ولا صومنا بالرمضان وين مركي اللي قلنا واقعي الصوم على وقت أفرقه أسر وح قوة كيستي على الله ألمس إن أنا ثابنين وأنا دون أكل طائرة عن طلا الديارة دو قيمنش وركاب عن طلا قبيس الديارة دو سكدة أبوه قال وحوله قال وحوله هاك التمر الحقيقية تمرت نبتة هدوء تم أنا قاية هو هاك هو التمر الحقيقية تمرت رونط أحيد واتن ودع عنك إسكجتك المعلبة تنكرتون كلوجو مورجري سكدة يوتي سحر أحيد أنا هي وطاو حبا القدرة كيمي كل يوح تين نظيف تاهيد يا ما كرتون قرين يا أنا هدلا ما مور رقدي قد يعني كيف كله قدر متوهي تنا يعون كلاهما خير واحد لابد بوه ونعسين مال لابد بوه في عين ونعم لابد بوه ونعسينهن ولكن حلفت عليك واحد كقداري كقدارني إلا أنت أكلنا تنعم طب تيدا لابد بوه في عين لكن تيدا شكرت وأنا ما هذا قينك وأكلت وأنا واحد كعوني من قصعته يعني وحن كعوني قص عديس قص عدو وقص عدس أنا كمان نحنو قص عديس وحن كعوني وأولك وحلا قردو أصل كيس حارض وحن كري حارض حارض ميجا إلا قري كري أي قص أي قص عدو هيد إما كانوا حويان يعني ك أولك يسي وكسي لي أيام وحن كعون وحرسام الله ما جع إله كبروا بسم الله عليه وكل عن يا شيخ شيخو عن بسك قبوا عن بويلي جزاك الله خير معني أن إلهي وانا كوكو ابا المريض ابدا هذا يقور يكفي اثنان يعني لم يكفي لي هبوري افركلي دائما هذا يقور حضور انا صوت دياري فضور جاري انا دياري افرك وعنيه قفك يقول جاره في المقعد كرسي لو والله يوضع فريان مركا كيلا أكفر يانا دياري بل هذي قورسا أقو واتحدثوا معه وعن كلا شيء كيستي عن أسرة قويس كيسا ومساعبه المادية
dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha maadiya ee dhaqaalaha haysta ayaan ka wareystay. Fabadaa waxa ii muuqday iimaanu inuu iimaankiisu yahay camiiqan mid gundheer, iimaan fogaaday oo jiitay oo gundheer inuu yahay ayaa ninkii iga muuqatay. Watawakulihi, kalsoonidii ilaahay ku qabo, watawakuluhu iyo kalsoonidiisa mudlaqan, yacni ilaahay uu ku kalsoon yahay mudlaqan, waa kalsooni aan xad lahayn, mudlaqan xad ma leh, waa kalsooni aan dhammaasho lahayn dhib kastoo dhacda, ilaahay uu ku xidhan yahay isagu. Haddaba fiirso maca maa yuwaajihu, isagoo ay haystaan dhibaatooyinka uu la kulmayo ee wejiga u dhigay waajihu, wejigu aha yacni waa waxaa shayga aad wejiga u dhigtay ee maaragtay qofka haysta, waxa uu la kulmayo oo maxay min nawaa'iba dhibaatooyin, min nawaa'iba malaa'igtu waa masaa'ib waxa la yidhahdo ama nawaa'ib la yidhahdo, min nawaa'iba dhibaatooyinka laxaad kale ee haysta iyadoo ay jiraan, ayuu haddana leeyahay laba qodob oo maxay ah iimaan xeel dheer iyo kalsooni ilaahay ku qabo oo aan xadba lahayn. Wuxuu laa amliku beytan, guri ma lihi, horta aan ku warame hanti ah kuma jiro, walaakini mudma'inun, haddana qalbigeyu kalsooni adag buu qabaa, waanu xasiloon yahay, warwarna ima hayo, mudma'inun tamaaman, wuu xasiloon yahay qalbigeygu, low nazala alqadaa qariiban, xataa hadii yacni qadaa waa go-aanka ilaahay haduu dhawaan soo degay buu leeyahy, oo haddaa taydaba ay noqoto, taydaba hadday hadda ilaahay ka dhiga dhowaan, waana xataa bukee yacni kalsoonidaydu ma aha mid leexanaysa, waa kalsooni adag oo dhidibba adag ku taagan buu leeyahy, oo iimaani ah, iimaan ku salaysan. Kayf waay isaga qalbigaa isuu degay ma ahi buu, hal hunaaka aqribaw, halkaa ma waxa jooga oo degan waddanka dad xigta ah oo yarcuuna ilaalinaya oo xanaanayn doona usratka qoyskaaga hadday taada noqoto. Yaa sheekh baa dinay, kuntu waxaan ku moodayey, kuntu waxaan ahaa anigu ahsabuka, waxaan ku malaynayay satafhamu, inaad fahmi doonto arrimahan aan ka hadlayo, inaad fahmaysaan moodayey buuri, maxaa xigtaba keenay buuri. Waraahum, waxaa ka dambeeya oo ilaalinaya, muyutcimu dayr, allaha ilaa cuntada siiya ee shimbiraha fii cashaashiha, iyagoo buulkooda ku jira, buulka ay samaystaan shimbiruhu allaha ku masruufa, xataa dhasha yari intaanay ka soo bixin soo makhluuq yacni haba ahaada kuwii dhalaye soo ilaahay uma diro, iyagoon ka soo bixin cufka ama cushka ay ku jiraan iyo buulkooda. Wayarsuqul ajinna, allaha ku arsaaqa kuwa uurjiifka uurka ku jira, filarxaami, caloola hooyadood, ilmuhu markuu uu ku jiro sagaal bilood ilaa shan bilood uu nool yahay, inta hore hadduu yahay maaragtay maraaxil, in alla intaa iyo halkaa wax ku siiya, ilahay waa ku nafaqeeya. Lan yansaahum, ma iloobayo rabbuhum, allahoo dadkayga ma iloobayo buu, inanii atrukuhum, waan ka tegayaa buu leeyay, haddaan maanta ateeda noqoto waxaan kaga tegayaa fii xaalin, arrin ascadda ka fiican oo ka wanaag badan, min xaalii xaalada anigu aan kusoo koray, xiina tarakani, markuu iga tegay waalidii aabaha iga dhintay, yatiiman anigu aqoona maan kusoo koray, agoonimadii aabahay igaga tegay taan kaga tegay, hadday tayda noqoto waxaa ka wanaagsan tahay iyagu maanta kusugan yihin, iyagay dhaama anoo kalliita aniga aabaha iga dhintay, dabeedna waan ilahay bay soo koriyey, ilahay bay soo ilaaliyey, halkaa soo gaadhsiiyey, marka waxa weeye allaha caalamkan irsaaqaya ayaa ka dambeeya oo ilaalinaye, maana wax siiya oo irsaaqaya buu leeyay. Qof baa qof yacni waxa weeye arsaaq u haya maya, qof walba ilaahay baa u haya, halkuu usoo mariya isagaa yaqaan, ama waalidka ha ugu soo dhiibo, ama walaal ha ugu dhiibo, ama waalid ha ugu dhiibo, ama xooggiisa ha u geliyo, ama meeluu doono ilaahay ka keeno, meeluu ha ugu soo mariyo meeshuu ilaahay doonayo, boqolaal meelood bay soo marisa kala duwan, ilaahu baa keenaya. Ee waxa waalidkun ku xidhan maahae, waalidka ilaah baa soo mariye, xagga alle ka socota arsaaqu. Dacanka iska daabu, waad ka tagaal mustaqbal, mustaqbalka iyo arrimaha soo socda iskaga tag, wa taamiinahu, iyo mustaqbalka yacni taamiin lagu sameeyo, taamiinku waa maxay, waxa weeye waxaa la yidhahda caymiska taamiin baa la yidhahda, waa maxay taamiinku, yacni in loo diyaariyo mustaqbalka wixii qofku ku noolaan lahaa oo la damaanad qaado oo la badbaadiyo, ka taga shaqadaada maahe, waxaa imika waqtigan aad joogtuun ka hadal mustaqbalka ilaahay baa leh, imika ilaahay baa leh, imika un waxaa taagan inaad ka hadasho mooye mustaqbalku wuxuu noqon doono, faraha ka qaad,
iyo mustaqbalka wixii loo dhigayo iyo loo diyaarinay iska daa ilaahay baa qorshaha leh ilaahay baa baaqayo jiraya mustaqbalka ilaahay baa jiraya makhluuqani maba jirayaan baa nimo maalinuu ka baxaba iyo waqti ay gaadhaba ilaahay baana makhluuqan wax siiya ee dadku waxba ma siiyaan laa yu'minu alqaadima ma badbaadin karo mana suuro gelin karo waqtiga soo socda ilaa raasiqu kulli dii kabadi allaha arsaaqa shay kasta oo beer leh iyo bog radbin qoyan radibin bog iyo beer qoyan waxaa bog beer weeyaan carabiga beer qoyan waa wixii nool oo dhan allaha wixii nool ee beerkiisu qoyan yahay ee nafi ku jirta arsaaqa ayuun baa waqtiga soo socda xil qaadi kara badbaadinna kara damaanadna qaadi kara noloshiisa etron balan qaadi karaysaa hadde ma jirto sadaqta run baa sheegtay maan kuuli walaakin asbaabu haddana sababaha badlubatun waa la doonaya waana loo baahan yahay inuu qofku haddana hadde hawl galo oo ku talagal sameeyo waa runta ilaah unbaa wax bixiya laakiin sabab inuu qofku la yimaado sabab oo wixii uu sii dhigi karay wuxuu dhisi karaba adduunyada yacnii dhisoo dadkiisa uga tago wixii xalaal ah de waa loo baahan yahay baan dhigu oo taasi dema xuma saaad sheegaysaan waa run oo ilaah unbaa arsaaqda gacanta ku haya laakiin hadda wixii sababa wax la imaatay iyo dadaala de waa loo baahan yahay rasuul dabeedna yidhi calima allahu ilaahay buu og yahay annanii la muqasir inaan waxba aanan la hadhin ilaahay wuu iga warhayaa inaan wax alla waxaan hakraday iyo wax aan adaaladmo anigu la hadhay oo tamartaydii ma jirta buu waxaan qaban karayna waan qabtaa anugu ha anada way kan anugu anada anu daa kan aan ahay daa waa ishaaradii ha waa taxarfu tanbiih ha buuhi hoy anada anugu kan baan ahay kee aqdac waxaan imika jarayaa rixlatii safarkaygii asabciina toddobaatanaad dalaban anigoo doonaya lilcilaaji inaan naftayda daweeyo da waan u socdaa waana safarkii toddobaatanaad ee anu safro dawo marka waan dadaalay intaan karayay oo maan gaabinin manaan hakran naftayda laakiin caafimaadku biyadi illahi buu ku jiraa buusha gacanta ilaahay ay ku jiraa ayuu leeyahay wahaahum wahaa iyo wahaa hoy wey waa xarfu tanbiih waa baraarujin haa hoy hum iyaguna waa dadkaygu waa ahli reerkaygii hum iyagu ahli waa xaaskaygii iyo caruurtaydii yadlubuuna waxay iga codsadaan minni aniga igu yidhaahdaan anuu qalin inaan yareeyo min juhdii dhibta aan marayo dadaalka aan sameeyo bisabab ilmarad xanuunkan helay dartii hawsha aan ku jiro in caafimaadka kula tacaalayan kula halgamayo iska yaree bay dhahaan bay dhahaan daha rafaad baa ku dilee iyagaa bay naxabuuri yacni saan u dadaalayo in caafimaadka u baadin doonayo in ilaahay u barayayo in dawada ugu socdo in u safarayo waa safarkii toddobaatanaad iyana way iga warhayaan ilaahayna uu ogyahay waxba lamaan hadhin anugu iyagaa bay yidhaahda reerkaygu dhibaatay iska kala yaree in wax la hadhay anugu mayhin inanii anugu acmalu waxaan ka shaqeeyaa alqahwa bunkaan u sameeyaa buuri fii xafalaati alcaraas xafladaha aroosyada loo qabanayaan bunka u sameeyaa xagga shaqada waya masturatu waxa weeyaan buu yihi waa waana mid asturan xafladahaas maaha mid yacnii xafladayn xaflada maaha dhaqan xuma jirto waa qaar asturan maadaama anahu min risqin yacni waan ku asturan lahay maadaama anahu risqun shariif waa arsaaq sharaf leh oo shaqo kasoo baxday wa kadxun waa yacni rafaad iyo maaragtay shaqo laa yacib aan ceeb lahayn faana bikhayri marka waa wanaagsan anugu gacanteed wax kasoo baxu maan cunaa yacni waan ushaqeeya taasa qolaasaan ushaqeeya aroosyaasaan u sameeya bunka iyo waxa maaragtay waanan ku asturanahay waana shaqe iska asturo nadiifa waana arsaaq xalaala waxaan cunaynaa oo tacabkayga abuu leeyay iyo dhididkayga istamara alxadiidu sheekadu way sii socotay waanu sii wada sheekaysan intii diyaaradu duulaysa o dhan xataa dacatu sheekadu waxaa kala jirtay idaaraatu daa'ira taayaradii diyaaradda wahiya tardimu iyada oo ku dhacaysa oo gujisay bilaardi dhulka gig bay ku siisaa taayarada diyaaraddu marka ay fadhiisanayso dabeedna diyaaraddu ma annagoo sheekadii wadnaa gigtii maan ku warhelay buu ay dhulka taayarada ku dhufatay dhulkay ku dhufatay walaa adri ma garan kara buu leeyahay limaadaa shacartu waxaan dareemay bilirtibaadi xidhiirkaan la xidhiiray bihaada alinsaan qofka albasiidi ee qofka iska fudud ah ee maaragtay iska miskiinka ah
يعني قف يعني ما أرتى علم بدن إياه دي لهي حاجة سلقيها ما بدن إياه ما قع بدن إياه منا قف كاسك بسيط وقف يعني إسكا ما أرتى مسكين أنا يخلينا هنو وما أرتى أنا ما أرتى إنه أدمو قبنين وحن كدر يا مي قف كا يوحن كيف فهمي لا ما قياس كربون لقد تعلمت وحن كبرت منه سجى معاني أشيدوين عديمة ووي ونعرفها أن وضع نقانو جميعا دمان تهدب دمان تهدب لكن لا يطبقها كما رقمه أكده أو مهر قريو وحيابها أو يمارسها أما ما سمعيه ما سمعيه بتلك القناعة قناعة ذا يكرسوني ذا قفوا كو قناعة سيوحي إلهي سيي سوى من رزقوا وحا كو وحا سمعيه كليا سوى من رزقوا كو لغو أرزاقي مو ياني درك كلا بسمعيان حالة سيي لغو أرزاقي توكل الطير سيدا أي شنبره وكل سويهين إلهي شنبره الخماس قاتشونيا يبقود يبيركود يسكو لغين خماس بيركود وبقود كوغي خماس وامرك عرص كل عضو اي نوبطو اي مارت اي قاتشا هيسو وهي تقدو يدو كلاهيسا الورتي مارك كلاهيسو بقود ولارين يحي او دي مارت قاتشا اي دحل يدي دوبتي لانو نوبين يحي او يسكو كسنتهي حدناك إلهي بكرسونتهي ويسكي شقتك إيسا ميلو وحبكم أوغاشن برهاسي شقة ميلايكا هيا أنا مجرتو ويسكي الدولة يانون تبنى أرساق أمبي تدخل حتى ويكوه ريان ميل أفرا يميل أي شقة عدا وشقيان يميل أي قليان وأوديا لا مجرو ساسم بعالم كو إيغي يانو ميلو حيالان بادنك قادنيان عدون طواه دكتو حرورك ها حرار حرور لقداديها نقض فريسك حرور لقداديها آهات وحميل يالها نقض ووريغيان dadno xumba qaadanaya way cunay oo isku noqonayaan yaa dhigay dheeraa baadhi qaarba hilib ka cunaa wabiyada marayaan badaha marayaan bariyada marayaan meel kasta maray hilib u beheliyaan arur kasta ama soo ugaarsadaan ama ku meel qaleebaha helaan mid uu doonaa noqo waxa ilaahay baa siinayaa seesan buu maareysanayaan oo arkay wa qabanayaan marka haddii way iska aqal ku baadan iska galiyaan arurtu waa kala maalinka soo suuliyaan meel ay wax u yaalaan yakayd midna maray dadka caynka soo kale ugu kalsoon sa shimbaraha ugu kalsoon ilaahay un bay ilaahay si hadii la xaq ilaahay laga helo kalsoonida dadka la siiyay un baa hirgeliya waxyaabaha aanu naqaano ee aan dadka badankiisu ku dhaqmin kam kan raayan wuxuu ahaa nin aad u la yaab leh wuxuu yadu markuu isagoo dhigaya oo maartay soo dhigay meesha mafaahim al-qadari ujeedooyinka iyo fahanka qorshaha Ilaahay dhigo iyo wasabi sababta labadaba sababtu qof uu la yimaadiyo qorshaha Ilaahay labadaba marku sharxayo waa aan qof la yaab leh qadarkii aan laga gudbin uu sheegay sababta inaan la yareysanayna uu sheegay oo aanu sabab u yareystay iyo dadaal u yareystay aanay jirin in arrimana Alle leeyahay oo qorshaha Ilaahay meeshu yaalana uu sheegay wakam kaara muqna'an intaabu aha qof ku qanacsan nolosha uu ku jiro oo ogol waan warur ku jirin wuxuu isoo yeeshay ciishu ku nool anadariyada aragti cilmiyeed iyo fikr ayuu ku noolaa iyo tadbiiq ku dhaqan wuxuu fahamsanaa oo aaminsanaa iimaan ahaan ayuu hadana ku dhaqmay hirgelinay bilaa infisaamin mu kala goynin fursad bilaa infisaam ma kala jirin waxa jira qof wuxuu aaminsan yahay oo hadana haday dhibaato la soo daristo uu ka bayro soma wax kale isku qaado maya isagu wuxuu ku socday wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala fikrad ee iimaana ee uu siiyay iyo aragtida iyo tadbiiqeedii ku dhaqankii oo aan kala go'nayo oo socdo kam kaana kariiman intee in leeg buu deeqsiha wuxuu wal faqiir isagoo faqiir aadan wax bixinay wa miqdaaman wuxuu ahaa soo majeesti awadag wuxuu daciif isagoo tamar daran taag daran hadana jirkiisu wa shariifan qof sharaf iyo gobonnimo labuu ahaa wuxuu wal mukaafix soo nolosha la halgamaya oo maaratay nolol adag ku jira xag caafimaad iyo xag dhaqaaleba ayuu haddana ahaa qof kariim ah shariif ah oo sharaf iyo ay ka muuqato qiimo ayuu haddana ahaa wa mutma'innan wuxuu ahaa mid xasiloon qalbigiisu fi casr alqalq waqti warbahaar iyo muruga jirto wax laga murugoodo uu qabo oo caafimaad la'aana caafimaad darro iyo cuud iyo dhaqaale xumo haddana wal bahaar mu ahayn qalbiga caynkaasa de ilaahan baa bixiya wax ilaahay laga helo waxyaabaha ugu qaalisan bini aadamku helo ee fi akhraba libaanta u keena yani qalbigu hadduu qof qalbiga caynkaas u kala haysto noloshu
waxa uu ku jiraa nolol macna leh ay ku jiraan laakiin waxa uu hadda damqaan taa dibba kama dhamaanayo qof wa wadacatu wadacatu waan si nabad geliyay waan anagu aqool ku leh kam anagu wa wadacatu ninki baan nabad geliyay oo aan kula tagnay wa aqool anigu oo leh kama qaala siduu yiri ahadul culama culimada kamida baa yiri allahumma amnahni ilaha waxaad isiisaa iimaanan ilaahu iimaansi ka iimaan alcajaa'izi iimaanka islaamaha oo kale ayaan culimo yiri islaamaha iyo jawaab qaar badan baa ilaahay uu ku xidhan oo dikriga uu wado oo wax kasta uu jira ilaaha baa igaga filan oo haddaalad ma aan iimaankoodu qawi yahay oo ninkaa cilmiga le ka iimaan weyn waan dhaqdhaqaaqayn dhib kasta hadday jirto iyo dheef kastaaba hadday jirto ilaah uu ku xidhan oo dikrigoodu iska haysta oo bisankuun haysta oo aanad ka dhaqaajinayn oo wadaadka iyo waxaasoo dhan kaga qaadaya oo ka badinaya waay wax weyn iimaankoodii baa qawi ah qalbi adagna uu ilaahu siiyey waa wax la arkay taasi nin sheekha baa yidhi allahuma amnaxni iimaanani ka iimaan alcajaa'izi ilaa waxaad isiisaa iimaan la mid a ka islaama ee aan dhaqaaqinba ee aan la karinba ee dikrigaasuu iska haystay bisanka u haysta cilmiba ma laha cibaadadoodii iyo kalsooni aan soo laabasho lahayn ay haystaan waa god kala geliyaan yacni inuu dhaqdhaqaaqo iimaanku oo uu gargariiro looma baahna waa arrin u baahan laakiin horta waa dadeeq ilaahayo dadka kale ah noloshan waxa la yidhahdo dadka caloosha adag ayaa horta ugu wanaagsan baa la yidhahda ayaa sabirka badan way adduunyada daaro imtixaana way dhibaato badan tahay qofka qalbiga adagi noloshiisa uu maarayn karaa waanu ka bixi karaa laakiin qofka qalbiga nugul xanuun badan damqasho badan ayaa ku keenta nolosha u keenta watafaaraqna waanu kala tagnay waana usiru anigoo ku adkaysanaya an yaqbala inuu iga ogolaado dacwatii baaqa aan ugu baaqay iyo baryadaan bariyey maxaan bariyey liisaalihi inaan gaadhsiiyo lilmustashfa dhakhtar buu ku socday ninkani wuxuu dhakhtarka aan ku gaadhsiiya baan ku adkaystay anigu waan ku kaxeeyo markii diyaaradii ka degeen wahuwa isaguna yujiib wuxuu igu jawaabayey bilahjatin hadal xaazimatin go-an oon laablaabasho lahayn buu kuul ayuu lahaa saaiqu sayaarati lujra ninkii daroolka ka ahaa tagsigii kirada ahaa ayaa yantadir inuu sugaya nin as baabuur wata nin wata tagsi yar oo baabuurtii la kareeya ah ayaa eerboodka igu sugayay buu an inii acrifu ninkaa waan aqaanaa anigu inaan aqaano waana cuinuhu waanan u gargaaraa ninkaa anaa caawiya wahuu abulciyaal caruur buu aabo u yahay waa nin saaxib ciyaala cindamaa anquduhu markaan kaash ugu dhiibo alujrata mushqaayada ayaan caawiyaayo mushqaadaasuu la hoydaayo ninkiiba halkii isii taagan laa jacala lahu laa jacalaka lahu ilahay adiga kaama dhigo sababan mid sabab u noqda fii qadci risqi muxtaajin qof baahnaa arsaaqda ka goyso ilahay kaama dhigo sabab ha u noqone daalimka adigu i qaado kiibaa waayaya karadii anaga u diyaargaroobay eerboodkii uu taagan yahay waana nin saaxib ciyaal oon caawiyo ninkana wuu caawino faqiir kaa xanuunsanaya marka haddaba adugu ha noqonin kuu sabab noqda ninkii aad arsaaqda ka goyso iyo masruufka uu soo diyaargaroobay ee adugu waa iska raaco ninkaygii qaadi jiray ee tagsilahan mushqaadina u hayo ayaan siinayaa iska nabadgel buuri xaqan sida runta ah kam huwa cadiimun inteebuu weyn yahay aada uu yacni u weyn yahay lama qiyaasi karo haada diinu diintan waa diin weyn waa diinta islaamka qofkan maxaa san ka dhigay ninkan iimaan baa san ka dhigay xoog iyo xoolo badan midna ma haysto maxaa ruuxdan sidan a geliyey caafimaadkiisa uu xun yahay iimaan baa geliyey iimaan ilahay siiyey iimaan allah uur buxsha la yidhaha yacni iimaan baa ku jira iimaankaasaa qawi ah oo ah iftiin oo a maaragtay muxarig qofka dhaqaajiya huwa wuxuu u bedelaa waa isna diintani yuxawilu wuxuu u bedelaa haadihi shakhsiyaati qofafkaasoo kale dadkaasoo kale muxuu ka dhigaa ilaa amhilatin tusaalayaal lagu tusaale qaato maxay lilfitrati abuurka asaliimati ee caafimaadka qabta qof yacni si wanaagsan u abuuray ilaahay oo dabeedna ku caafimaad qaba oon cudur
iyo macaasi iyo mashaakil kale aan qasa caafimaad qabka maxaa loo jeedaa abuur nabad qaba waa abuur toosan oo xaqa ku toosan maa caafimaad jirka ah iimaan caafimaad qabu haystaa dad wuxuu haystaa maaragtay cibaado caafimaad qabta dhaqan wanaagsan oo caafimaad qaba kalsooni caafimaad qabta ayuu haystaa waliimaan alcamiiq iyo iimaan xayaal dheer oo qofka noloshiisa ka mid noqday wase jirkiisa oo kala noqday oo aan marnaba ka baxayn fi casr alqalaq waqti ay murugo joogtay walbahaar iyo naxdin oo ay caafimaad darro iyo dhaqaale xumo dhibaatooyin taagan yihiin ayuu haddana iimaan adag haystaa walbucdi can illaah qofu yacni waqti uu ilaahay ka fogaan karo oo markay dhibaatooyin kala gudbo waxyaabo kale uu isku qaadi karo isaguo ma dhaqaaqiya ninkani iimaanka adag buu haystaa waa eegda majalatulbayaan ayaa soo qortay mawduucan majalada jariirta la dhahaa bayaan bitasaruf waxbaa laga bedbedelay oo maaratay waa marka tasarufku wax laga yara bedelo ee mawduucana yacni xooggiisa la qaato waxna lagu yara kordhin karo wax laga jari karo marka alqisatu thaaniya haddana waxaanu qaadanayaa sheekadii labaad idaa kunta tastadiicu yihi haddaad karayso fafcal samee waa iyadoona sheeko kale ataa rajulun nin baa u yimid ilaa ibraahim ibnu adham ninkii la odhan jiray waa nin aada u saaxiib cibaado ah oo karaamo lahaa oo la yaab lahaa buah salagaga waramay raximahu llahu allah u naxariisto faqaala wuxuu yaa abaa isxaaq abaa isxaaq oo ibraahim ibnu adham abaa isxaaqow innii musrifun waxaan ku xadgudbay calaa nafsii nafteedii waan ku xadgudbay oo dembiyo galan badan baan galay facrid ii soo bandhig calaya aniga waxaad ii soo bandhigtaa ood ii sheegtaa maa yakuunu wax u noqdan lahaa nafteyda zaajiran wax xumaanta ka joojiya oo cibaadada kusoo dabaala oo wa mustanqidan badbaadiya ii sheeg wax naftayda ka joojiya xumaantaa ay baratay badbaadan u noqda qaal ibraahim wuxuu yidhi inqabilta haddii aad inqabilta haddaad ogolaato haddaad ogolaato khamsa khisaalin shan arrimood waqadirta oo aad karto calayha shantaa qodob aan ku weydiin doona haddaad karto lam tadurruka waxba kuma yeelayso macsiyatun dembi aad gashaa shan qodob haddaad kasoo bixi karayso od yeeli karayso dembigu waxba ku yeeli maayo aad la timaadaa maxay kale yihiin qaala rajulu ninku wuxuu yihi haati ken ii sheeg la kaalay shanta ya aba isxaaq aba isxaaqo qaala ibraahim baa yidhi ama luulaata hore waxa weeye faidaa aaradta haddaad doonayso an tacsiya llaha inaad ilaahay caaso dembi la timaado ilaahay aad dembi ka gasho tacaala isaga ilaahay sareeye falaa taakul min risqi arsaaqda ilaahay ha cunin haddaad doonayso inaad ilaahay amarkiisa diidood amar diido la timaadood dembi samayso arsaaqda ilaahay iska daad ku nooshahay arsaaqda ilaahay iska daa horta oo ilaahay dee waana arsaaqdiisa daysaa mar haddaad caasayso buu qaala rajulu ninkii baa yidhi famin ayna aakul hageen haddaa wax ka cunaa wa kullu maa fi lardi waxa dhulka yaalla o dhan risqu waa risqi ilaahay leeyahay waxaan anigu adduunkan meel kale ka keenay ma jire adduunkan o dhan baa allah leh waxaan ummaddu cunaysa makhluuq cunay wax alla dhigay un tiyaanu xageen ka keenaa buu yihi ma arsaaqalaan hayaanu oo meel kale aan ka keeno halkay taalaa ta kale ee la cunaya qaal ibrahim ba wuxuu yihi yaa haada kano yacni nin yahow afayaxsunu bika miyay kugu fiican tahay adiga ma kugu wanaagsan tahay an taakula inaad risqow arsaaqda ilahay inaad cunto wa tacsiyo haddaa inaad amarkiisa diidood caasiyo dembiile noqotaa miyay kugu fiican tahay mays qabataa qaala rajulu ninka wuxuu yihi la maya alla ilaha taasi meesha ma qabato haati taaniya talabaadna ii sheeg buu wuxuu yihi ya hada haati taaniya talabaadna keen qaala ibrahim ba wuxuu yihi waida aragta haddaa doonto an tacsiyo inaad ilahay caasido falaa taskun ha degin shay-an meelle ha degin oo min bilaadii ilaahay ka mida dhulka ilaahay ka midaba ha degin ilahay dhulkiisa ha isku degin dad caasiyeyso beledku waa magaalada yacni magaalooyinka ilaahay dhulka ku yaalla meel ka midaba cag iyo jaanbaha magaalada qura maaha dhul ilaahay leeyahay baa joogsan qaala rajul ninku wuxuu yihi haada acdam detana haadihi acdam tanaaba kasii weyn yani dhulka meelu qofku uga boodo dee ma leh ilaa cuntada muddaa usuu karaaya laakiin dhulka ka qaal cagaha oo meelaad ilahay cagaha dhig ala meel uu qofku u kaco male tanaa kasii weyn buu yihi fain askun keen degaa anugu meel aan leeyahay jirto kale oona duyadan ilaahay leeyahay ahayn dhulkan ilaahay qaala ibrahim ba wuxuu yihi ya haada kano afayaxsunu miyuu fiican yahay bika adiga miyay kugu fiican tahay an taskuna bilaadahu inaad dalkiisa dhulkiisa inaad ilaahay degto wa tacsiyo haddana aad amar diido
قال رجل منكم لا قال لما تاسين بيشكم جرت تاسين رتو في عام ماها اسمه قبطان هذه ثالثة ستتحاضن بالكين بول إيشك قال إبراهيم بايري وإذا أردت هذا دونيسو أن تعسون إذا عاسي هذا دونيسو وأنت تأكل هذا هو عوني رزق ورساق ديس هذا هو إلوات دين ما ترساق ديه وكما مار مي أدو أرساق ديس عوني عاسي هذا دونيسو وتسكن البلاد أرلدي سينة تشوغة ودقن فانظروا حصوية تحضر بالبضاء إسكبت دائيو موضعا ميل لا يراك فيه آنو لهي كاركين هذا هو الضوء فعسي فيه ميشاكو عاسي دين بيقال الله تقمي لهي كاركين هذا هو أرساق ديس عوني لكي سينة تشوغة آدي لهي عاسيسو waa doonataa oo hadaba meel aanu ilaahay ka arkin oo ku caasido halka ku caasay macaasi halka la gal yeelay ku arkin uun qala rajulun xuriya ibraahim ma hada arintan waa maxaa sheegaysa oo ilaahay dalicu arkaya calaama fi saraayir waxa laabta ku jiray qofku kuwa hadal ee qarsoon ee qalbigiisa ku jiray ba ilaahay arkaye wax ficil ho la sameynayo si looga qarin karo qala ibraahim bay ya hada kanu أفيحسون مية في عمتها بك عدقا مكوكو في عمتها أنت كلنا عن ترزق ورساق ديسة إلهي وتسكن البلاد الردي سيلوك يسرى أدكتو وتعسيه وطنع العاسده وهو يراك ولي بيسوك واركيا هذا نسوك واركيا هو يعلمك ما تجاهر واحد موچنسو به واحد أبريرسو مجاهر على واحد قفك وجاهر يدو الله أركيا واحد إلهي أبريرسو إذا معسيه دي قصة مين إياه إن العاسده من التعاسه وأرهم آدو أدك بيه تاسي مركا في عنتها قال رجل نكو حول الله مايا أرين تاسي أرين في عن ماها هات الرابعة فلا أرين تأفرادنا كين قال إبراهيم حول فإذا جاءك ملك الموت هدي ملك الموت كوي ما دو مركو كوي ما دو ليقبض روحك كين نفط هذا قاضو مركو كوي ما دو فقول له واحد قتل هذا أخر ندي بيقو يدك واحد قعد ستاتل هذا دي بيقو يدك نفط إن يرداء حتى توبة توبة أن توبة كان مسوحا توبة ولا يسمى كله إير كادي دي وعمله أن قبط الصالح العمل ولا يسمى قال روح لله يقبل مني إلي يلي مايو إلي يلي مايو يما وقرانا قال روح إياه هذا كنو أفأنت إذا لم تقدر فأنت أدغو إذا لم تقدر هدانت كريم أن تدفع عنك إن نفط هذا كعلسو الموت الجيري إن تكتوجس هذا هذا وضو لهين لتتوب سادو توبت كينتو هذا هذا وضو لهين سادو توبت كينتو هو تعلم أدوك تهي أنه إذا جاء أمرك فيما أدو لم يكن له تأخير إن أنا دي وحبه ودي جينين جيري ده أنا دي بدعي موت أنا كوك هادينين فكيف تربو به الخلاص سوى هي أذكوب بالي سهاتهم سألتوا بدلالسة وامحي قال الرجل نينك باوحي لي هات الخامسة بلتشنانا كان قال ابراهيم وحي لي إذا جاءك الزبانية والعياذ بالله مرة يكوت بعد ما رأيك تنارت يوم القناة بانت القيامة ليأخذوك إن يكوك غضا إلى النار حق النارت والعياذ بالله فلا تذهب معهم الراعي اسكديد وعطانوا الراعي مايو نارت هذه يدير راعي ما يكله وديد الراعي قال الرجل حلي إنهم لا يدعونني إنهم لا يدعوني تيجي متى جيان هذان الأهلين إذا مر راعيه تيجي متى جيان ولا يقبلون مني يجي من يجيليان وان كت شوية يعني هذا يجي يجيل ما يان يجي ما قرانا يان يا إبراهيم إبراهيمو يجي يجيل ما يانه حسبي وانت أصايو فلان يجي دابور هيقول سو وديني حسبي ويقول فلان تهوا أنا داسي أدي وانسي يا رماها أدقي ويقول فلان يهين يجي تشوتش أستغفر الله إلهي بعد بدافع وديسرية وأتوب إليه إلهي بعد رسول نقنية دونت من قصة نقنية يعني سؤال هذا وديسر شنطة أرق درادو يقول فلان يجي دابور فكان وحو هارنكي لتوبته توبته وصون نقضي وفيا مد وفي أو قصة وبحي وسوى نسنا توبته كان يبون نقضي فلازم وحو تشوكتي العبادة العبادة إلهي بتشوكتك لك واجتنبوا وكفوا هذه المعاصي دلوتي وكفوا هذه النكاس حتى فارق الدنيا إلى وكتر الدنيا دي أورنتي الأجواء على هذا الأجواء المسكتة توابها أفقريها أه يدتك أمسية ويا وكتش لقيت توابك الواي شن تاس يعني مارتي توابه
وقارن لقى جواب كر. القصة الثالثة معنا بقنا قال إن قصة الشنات صدحات قصة صدحات. ثالثا هو عايز يقرأ صدحات ضيف المساء قف مرتيا مرتدي قلم لماذا وقتي قلبت. عن الحسن هو حلقوا لي أن الرجل نبى جهده نكا واحد يبي الجوع قاتش عضو دبتي. ففضينا واحد فهمي له نكا قاتش يسن أو قرتي نكا قلمون رجل نبى قرتي. من الأنصار أنصار تكمله ورد مدينة يعني كي إيش يسوي كقرتي إنه قاتش يسوي هاي نبى هاي يسوي هاي أو آدي عضو دبتي سن. فلما أمس أمرك قبل كي رعي التاوح أتري التاوح جي به نكي حجي إلى بيت يقول يسوي كحي وأمرتي مجرد شوقة أو كباهن وعندنا قرنين تبدو كحي وحري نمري يقول يسوي فقال وحو كل امرأتي قبل يسوي كويري هل لك مدون إساء أنا ضويا إلى أن قاتشونه ليلة تنا هبين كنا هذه عوا هبين كنا إساء إنه قاتشونه لضيفنا مرتي دينا إنه قاتشونه إنه أعنان عنطعونين وحنو هنا إساء إنه سينه وكوين ناسي تلقريني مدون إساء مدنين إساء قال ضوحة النعم ها قال وحو فإذا قدمتي مرة صوركتو الطعام عمتضى فدني أسود ودوه وضوه إلى السراج حق فينوسك ودوه وضوه كأنك تسلحينه وحصير تسليلة تجاهينسه وير مارت تطلع يسوق له إسكريك فتفيه بختيبة قبل يسوي بختيبة كه ففعلت هذه بيس وجات واحد كانتي بثريدة تبي كانتي يعني ثريد هو عنتو الله جسميه رودي ذي مرقة ولا سكوت عليه وكانها قطعت ندمت قطعت واش مرتع وشيك توكل كتر مامان يعني سأص أي أص ما يسن هي ماشي صارت فوضعتها واحد صارتي بين أيديهما لوادين نك يقول قالها يكيم ارتداها ثم دنت وحول واتي إلى السراج فينوسكي كانها سيدي تسلحها قاعد تنسى فأصلت هو بختي سقيم يسيب فجعله واحد برابي الأنصاري يكي أنصاري قاعد يقول قالها خير أنصاري خير مدينة يضع يده إنه قليه كعنتيسة في القصعة حرض حرضه قعنت قليه ثم يرفعها قرب وقصوق على حرضه قعنت وقصوق صارا خالية يضو مرن وأنا حفظ وقادين سو قليه مصاف قصارا وحنو سيد وحور هام سنة ينو سكدي قام نين كانوا الدم وقت قام دو وما أركو كان ارتيا قاتشي وعنا جايسو فوضلع على ذلك أرنت أروح على تصي وإلى هاي تصي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كده إلى هاي تصي أرنت نين كاستمي يد ذلك فلما أصبح مركو وابريستي الأنصاري نيكي أنصاري جاها صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله تفوذ نكاس صلاة الصبح وقال وحو يلي مع رسول الفجر صلاة الصبح بلوت في رسول فلما سلم مركو سلامي نبي قال سلام عليه الصلاة والسلام مركو نبي قال سلامي فلما سلم مركو نبي قال سلام نقصدي أقبل على الأنصاري مركو نبي قال سلام نقصدي أيو كتشيستي نيكي أنصاري جاها وصلاة دي كبحي يوني كتشيست وقال له أنت صاحب الكلام هذا مو واحد هاي نينك هذا الكيدي الليلة تحري نينك حاله هذلي هذا الكيدي ما ذوقها نينك بقى وكل نبي السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام يقول ورمن نينك حالك هذا الكيدي بعد هاي ده بدأ نففز على ساري وح صصي وأرجع حون حي نينك أنا ساري جها وحمل الهلال دم بين وقها اللي والرسول قها يستق يوقعه وإحنا يسقون موجين وقالوا أي كلام يا رسول هذا كان محوها هذا كان إلي واكي مهاني قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيستعمل أرن هذا حري قولته لامرأة مركا هذا الكل جبلي سكوري يقول ما كلته هاي لأنه عوق قدنه أو إنه قاتشونه نينك إنه مرتاد درادي بدون سام ما كلته هاي إهاتري شيبو أيه قوارمان إذن هذا الكل دمبيا والله هو يستوي مودي كل كوارو كان حي فقال أنسار إنك أنسار روح كان ذاك أنت أسوي شيء تقول كان ذاك أنت أسوي شيء يا رسول الله أنت شيء تبيه قال روح فوالله إلهي واحد نقول أرتي لقد عجب الله إلهي باب الله يابي من صنعكم صنيعكما وحقت سميسين لبدين أذية قبر داو إلهي والله يا الليلة تحري إلهي باب الله يابي أيوة بدنا كويس هذا أولا الاستيعاب والمناقشة وفهم يفعلين نروح إلى فهمه أنا فعلين تدريب واحد ليس كوبات أجيب كجواب عن الأسئلة التالية
سؤالها صو صعبة باختصار سكوبن صور من الحياة دور قصير صومر يسدح قصير صومر رأي مركا سؤالها هو حلقة صو قادم كله بين قوسين سو مجنين سؤالها هو كيوه رأي صور من الحياة وهات المامك كمان نلاش واحد سيف الرجل المريض بل تلمان كبيح نينك حنوسنا هذا نصبر كبدنا دقن كبدنا ولا سنة عيادة ضبطنا نعجب لبوها اتنين كيف عرف جاره سدو كو قادي نينك شار كيس اها في المقعد كرسي قادنك وذو فرجين ديارة ديارة بيوذو سعودين اسكو كرسي قادنك اهاين انه يسافر كثيرا انه ان بضان صفره او صفر كي تطبع ثلاث بكوش يلمر كانكاس دوو دانو سفر اي اي عافمات muxuu ku ogaaday wuxuu ku yiri ducada safarka aru waxan ka bartay ida waxan ka bartay cajalada diyaaradda ee la saaro markii kacdo uma ka xafaday buu gabigeedba inta ducada safarka akhri rasuul deen badan ma safar rasuul ha badan ma safar aanu labadii weegba kulban safra talaata mal marad aladi asaba hada rajul hanu ku dhacay muxuu aha hanu ka xunay kansarka abuu ha arbaa ka marata yusaafiru fi shahr bishi imsa qorbu safra laba qorbu safra yinkaas دوينو دوني خمسة ما المقصود بكلمة هنا كلمة دولها هلكن محل لغة كذا في عبارتي هذا كلها أما هنا هلكن فديار ضايعة وباباي دارها لقديسة الدويد وش كذا مركها ومحوري السعيد من له دار ما أما يمين ملك دار في هناك إنك هلكها وحكله أيالي ولا في الفردوس يقول كنا ذا إنك دار كله لكن الدويد دار تيدو وابد باباي يسمو هنا مركا محل وجه وأديد وجه مركا ستة في أي شهر بالشيء أي هاي ومن السنة سنة كم ذا هي كانت هذه الرحلة صفر كاد يعرض يكون صفرين لا بد أن نعيش كيستين نور همي يقصد الله صقره بيشو محي هاي بيشو رمضان بحي بيشاس تدريب تاني ليس لما ضع علامة الصواب علامة الصحة كقر أو خطأ أما تقلت كسار وحمص وصعدة ثم صحح الخطأ وحي خد أي كتير أضو خلت كسار صور من الحياة من الحياة باتنا لقى سو قاضي صدق حديقي سو وحلقى سو قاضي تي هرقهم أحد صور من الحياة الصواب سيسا حلقى لكو قرن تاي كانت رحلة صفر كاسوحها في الليل هبين بوها تاسوها قرن مالين باهيد مالين ربضان باهيد والين صوت الماني وقت قلبة باهيد أفركو وصوله هذه نشأ هذا الرجل نين كان صفر كوتش ريح حنون كان أقول عاي وهو كري يتيما نسوانا أبالهين أغونا تأسحوا أغوان بوها ثلاثة كان إيمان هذا الرجل وهو إيمان كالسوند أو قبا يرمي أنت إلهي أرمي بالله إلهي نكني ضعيفا متمرد رمبه تأسنا وقالوا أن إيمان كسو قوي هبوها أربعة كان هذا الرجل كريما وهو ديرسيا شريفا وقبني ما بضان شرف بضان ومقدام كريما وأن ديرسي شريف قبني ما بضان ومقداما سومتشيستو جيسيا انت اوالغو صوت المامي ووضها خمسة ساعد وحو عوي المرافقة ساعد وحو عوي المرافق ونكي لسعودي اسكو كرسي اهايين الرجل نكا وحو عوي واخذ وحو قاضي وكحيالكي للمستشفى الاختركة طالي صحماها واكي ديدي وحو لانيقا وحييتا نكي تلسي وحو قاضي تري ومش قادر عنسيني ونباهنا اسكس عبو كولي ارساق ha ka goynin ninkaasi ninkaasan naqad uga dhiga oo ii sugeeyay meesha sita al-islamu yuhawilu diinta islaamku waxay u rogtaa ashaqsiyaati dadka qaar kood ila amthilatin tusale tusaleyal lagu tusale maxay waa lil fitrati abuurka asalimati caafimaadka qaba qof yaani abuurka caafimaad qaba oo islaamnimo iyo iimaan ku dhisan iyo aqoodo ay dadka qaar ka dhigtaa oo wax damqiya aan jirin kalsoonidooduna aanay mar naba liicayn iyo iimaankood ninkaan soo maray baa kamid ahaa ee laga warabay waa dhab uu ka dhigay islaam ninka yacni qalbigiisa waa hay walaasan u galiyo alla qalbigeena ha galiye wuxuu ka dhigaa wax la yaab leh oo laga sheegan karo tadiib taalid laylis saddexaad mal jawaanib waa maxay dhinacyada iyo hareeraha dhinacyada alaati tagsh ta ay tilmaamayso canha dhinacyada alcibaaraatu hadallada ataaliyatu ee soo socda oo min shakhsiyati rajul marid يعني ضدني ماذا يقف لماذا نيكي حنوسين كسو شاكين اولها اريده سو سودا مخاي تلماميان اي او كو هادلي نيكي الى هذا الكيسو قفكه و هو صور كبخيا و خا قلبيسو كجرا يي قفكه ضدني مديسا
كمن الوقت بكل وقت كان تاك هذي ويحل وقت المغرب جور مقاري وقت المغرب أيونيكي ويدي ثامن صومنا أو إلهي عبد يبوها اثنين اللهم يسر ولا تعسر بير إلهي وحول برنا وفزه وهنقوا كين ما كحنا إلهي ما كحنا رادو فرسو وهذا قضاء وقدر به وقضاء وحكم إلهي ردي حنوم كيس بكهلي وحكم إلهي ردي وقدر وقرص على دقي قدر وقرص إلهي سيدك قضاء وحكم إلهي قاميو قال إلهي ردي وحول وراءهم مركو العرورة محاضوها يسع يقول ما هانتي ما الله هذاي سؤالها مركو يدي بقول ما حكتها تكجتك يسع هذي تادي من قطوات يوم بكي وحول وراءهم من يطعم الطير وحكتهم بأية وقالين دونا الله عنتظر كسية شمبرها في عشاشها يقول بول كده كتشنا ما أنا وحسي يا أبو حسي أنا وأبو ما نقصه كريبول تال ترى يجي نعمة تهيدا نقطبول الله شمبرها كسية بول في جوده يسا حتى قوة صابحين يكسو كريه أيتنا شاحتها أيها مار هي أرساق دكوا الله أور كلمها كسية بول أيها كذا مير خمسة ورسول هذا وحلو بهاي وكوري إن الدارن ولو بهاي كيبر واسحة إلا الدارن ولو بهاي ورسول سؤال شروك نحوري ها أنا ذا واي كان نقول ها أنا ذا واي كان ها وحرف التنبيه أنا هو أنا ذا لا واسم إشارة واسرعان ها أنا ذا ومحمد عليه هو يبوري واي كان ما يجي ذا رحلتي أقطعه وحن إما كشر يا بوري رحلتي سفر كيجي السبعين تطبات تنات سفر كائن هو يجرا وقت تطباتنا طلب للعلاج إن دو دوني دو تطبات سقال إيه لحد الحرق أيان قال كان أكو تطباتنا أو السفر يوم وها تو دوم تدالي قوم يرا عمر كوري وحول علي بالله أنا اللي مقصر بول إله بقى يجوا حيا إن أنا وح أنا هكذا يو وح الله هري تشرين إيه الكي يقولوا يوجين يجابا إين حا أو هذا وروح أنا رفاض إسك كريري إله بقى عفمات هاي وحب الله بار هريم بول شقنا وان شقيا أنت عن قبل كرو عظم الله وان دونا إلهنا وان كوكر صونا هاي وح أنت يا عي بيره إيجا تمد لنا عيجا لمهليو مشت وحقو هريم شيران أنا كحقي سبب 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 يعني دلالكم ما بول سبب سبب عن هريم مشت بولانو وحقي إلهك حر المويان طب وحدا نقولي ستة لا جعلك الله إلهك هامدكو صواب مد وصواب نقطة في قطع الرزق المحتاج هنا تكبوا يسقف باهن أرساقله أو يستعيرني كأو سعدين تاني مشجعني ويا أنقصي قاضانو أو قوات كيستي أنقية دكتور مسؤولين واحد شراء تكسيلة أو أن لب الله ما أن معروف إن هذا قاضة دكتور كيجية وأن يسحب عيالهم عويان رجوف كانوا فقير بوها أو واحد كشقيا وحروسه ما يبول بونكا إن حفلة أراس قوسه ما يبول hanti muhaysan badan laakin qalbi adag buhaystay oo la yaab laho hanti waxan ka qaalsan hanti aan meel kaga dhici karin munaasabo xiri kaasa isugaya oo aan caawiyay oo aan siya mushqaayada deeninka asaaqda mid ka gooyay ilahay kaama dhigo waan in baahanay iska ka tago isaga qaaday adigu maartay iska tago kalbuus adigu iska tago kalbuus wallahu aalam bisawab billahi tawfiq